الحمد لله ربنا very very important player. thank you so much. الكلمه دي قلت لك المره اللي فاتت ان نيدفيد عنده ثقه كبيره جدا من افراد الجهاز الفني من اللاعبين. اعتقد ده مش مجرد كلام، ده واقع احنا بنشوفه وبنعيشه معاك يا كريم. الحمد لله، يعني حاجة مهمة جدا الواحد يبقى عنده، يعني الواحد مبسوط قوي ان الجهاز الفني عنده ثقة فيه كبيرة. يمكن انا من اللعيبة ما مشاركش كتير، لكن الجهاز الفني عنده ثقة فيا كبيرة، ودي حاجة بسطان يعني الحمد لله، ويا رب دايما ابقى عندي حسن ظنهم باذن الله. مستر كارلوس قال كلمة مهمة، قال لك ده من اهم اللعيبة في تيم النادي الاهلي. بشكره طبعا على الكلام الحلو ده، يعني مش عارف اقول ايه الصراحه، يعني كلمه كبيره بالنسبه لي ومهمه جدا بالنسبه لي. فان شاء الله يعني زي ما قلت لك يا رب دايما اكون عند حسن ظنهم الجهاز كله باذن الله. كريم، بطوله بتدخل خزينه النادي الاهلي لاول مره، بتدخل خزينه القاره الافريقيه لاول مره، تمثل لك ايه وانت واحد من افراد الجيل الذهبي اللي اعتقد حفرتوا اسمكم بحروف من ذهب في تاريخ النادي الاهلي؟ طبعا بطوله مهمه جدا بالنسبه لنا، ان هي دي اول نسخه ليها واول نسخه كمان على ارضنا، فكان مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نكسب، والبطوله مؤهله لبطوله تاني، فكان مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا ناخد البطوله النهارده. وكان اهم من كل ده ان احنا جماهيرنا اللي كانت موجوده في ظهرنا النهارده كانت لازم تروح مبسوطه، الحمد لله ربنا كرمنا ورجعوا مبسوطين الحمد لله. عايز تقول ايه بقى للجمهور ده كله يا كريم في الامارات معانا هنا في القاهره معانا؟ يعني بنشكرهم ان هم دايما دعم لينا وظهرنا في كل الاوقات، حتى في الاوقات بيبقى فيها افتقادات بيبقى هم في ظهرنا اكتر من الاوقات زي كده. والنهارده يعني انا عندي اقتناع كامل ان هم كان لهم دور ايجابي جدا، يعني هم اعتقد لعيبه نادي العين كان بالنسبه لها الجمهور الموجود ده كله كان عامل عليهم ضغط، فيعني بنشكرهم وان شاء الله ان شاء الله دايما نبقى عند حسن ظنهم ونخليهم على طول مبسوطين باذن الله. اشكرك يا كريم ومستنيين منكم كتير، وبطوله ورا بطوله، انتوا جيل تاريخي في تاريخ النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، ونوعد يعني جماهير النادي الاهلي دايما بكل البطولات باذن الله.